السلام عليكم. موضوعنا اليوم هو الفوغيه سيريز. هناك اكو بعض الدوال اللي نسميها دوال بريوديك او ستيب فانكشن اللي هي متكررة، فاذا اردنا نمثل هاي الدوال راح نشوفها راح تتكرر على طول احد المحاور او محاور التمثيل مثل الاكس او الواي، وهاي الدوال تتكرر بفترات يعني بيريود اللي تعلمناها سابقا اللي هي تي كابيتال. هاي الفترات تكون محصورة بين قيمتين. فالفورير قدم فكرة في تمثيل هاي الدوال الفتروية بشكل متسلسلة سيريز. هاي المتسلسلة من الساين والكوساين ولكل تناسبها متناغم و نسميها هارمونيكلي ريليتد. فهس حتى نعرف وين تطبق هاي الدوال، فمثلا اذا كانت عندنا داله اف اوف تي وعندها فتره بي، البيريد مالتها بي، البي الفتره نصف الفتره، لان احنا راح نتعامل ويا التو بي على اساس انه هي الفتره الكامله. فاذا ضفنا تي من ضمن الزمن الى البي بقت نفس الاف اوف تي، ولنفرض الفترة مالتها هي 2 باي. بهاي الحالة يكفي ان نمثل هاي الدالة بالفترة المحصورة بين ماينس باي وباي، يعني ما نقدر نمشي ونعبر عنها الى الانفينيتي، يعني تي يساوي انفينيتي. وهذا التمثيل بالشكل التالي اللي نسميه ديريكليه انتجرال، يعني تكامل من الماينس باي للباي اف اوف تي الابسوليوت دي تي اقل من الانفينيتي. هذا التمثيل مالنا راح يكون للدوال الفترويه. فاذا كانت هاي الداله قابله على التكامل اولا والها قيمه واحده، وكذلك اكو شرط عندها عدد محدد من القفزات، يعني هاي القفزات وهاي راح نسميها اللي يسموها البيس وايز كونتينيوس، يعني سنجل فاليو وبيس وايز كونتينيوس وبيس وايز مونوتونيك، يعني حادية الرتبة. توفر كل هاي الشروط، إذا سلسلة يعني توفرت هاي الشروط سلسلة فورير للدالة تكون موجودة وأكو تقارب فعلي لتقريب حل الدالة. يعني إذا توفرت عندنا الشروط الثلاث هنا، فما معناه نقدر نقول يا أخوان هاي الدالة ممكن تمثيلها بالفورير سيريز. هسا التقارب، شنو معنى التقارب؟ التقارب بحيث ناخذ من السلسلة ناخذ الليمت للدالة حول النقطة اللي نريد نشوف انه هي تقترب من الصفر او لا تقترب من الصفر. فناخذ من الجانب السالب مثل ما تعلمتوا بخواص الليمت، ونطرحها من الفانكشن من جهة الموجبة. هسه هاي الفانكشن اللي عندنا هنا تمثيلها بالفورير سيريز راح تكون كالاتي: اف اوف تي يساوي نصف كونستانت اينو بلس اي 1 كوساين باي تي بي على بي بلس اي 2 كوساين 2 باي الى ان نوصل اي ان كوساين ام باي تي على بي، زائد بي 1 ساين، هنا الكوفيشنس الاول ضربناه في كوساين، وهنا الكوفيشنس الثاني نضربه في الساين، حتى نمثلها بطريقة مختصرة. راح يكون عندنا هاي الدالة اللي هي دالة الفوغيه سيريز اللي هي نصف اي نوت زائدة الصميشن من الان من الواحد الى الانفينيتي اي ان كوساين ام باي تي على بي وبلاس بي ان ساين ان باي تي بي. هسه اكو عدة تمثيلات، يا اما نتعامل ويا بهالصيغة يا اما نتعامل ويا بهالصيغة اذا كان عدة دي ان، بحيث ناخذ اللي هو وتر المثلث اذا ما كانت عندنا الاي
أي العمود، عمود المثلث، والبي هو الهوريزنتال، فالوتر عندنا هو الدي ان. ومن نريد نمثله لازم نضيف ان للزاوية اللي هي فاي ان او ثيتا ان او فاي ان. فقبل ما ندخل في طريقة الحل، طبعا هسه هو الهدف مالنا الكوساين موجود والفايات والكل موجود ما عدا الكوفيشنس اللي هو اي ان الكونستانت اي نوت والكوفيشنس اللي نسميه فورير كوفيشنس. اكو قبل ما ندخل اكو بعض العلاقات لازم نحفظها قبل ما نشتاق حل او نجد قيمة الاي نوت والاي ان والبي ان. من هاي العلاقات انه الانتجريشن من الدي الى الدي بلس 2 باي، يعني هنا خلينا نحدد لكم وين الدي. هنا الفتره تبدي من دي الى دي بلس 2 بي، يعني دي زائدا الفتره. هذا اذا استقطعنا الداله مالتنا من اي مكان. اما اذا وصلناها للصفر فيصير من الصفر الى 2 بي. فمن هاي العلاقات اذا كان عندنا الكوساين ام باي تي اوفر بي دي تي، هاي راح تكون قيمتها صفر على ان لا يكون الان مساوي لصفر. واذا كان عندنا الانتجريشن للساين ام باي ايضا صفر. اذا كان عندنا مضروب كوساين ام يعني رقم اخر وان رقم اخر، يعني الام والان ما متشابهات، كوساين في كوساين ايضا القيمة صفر. واذا كان المتشابهات يعني ام باي تي وان باي تي اللي هي صير كوسان سكوير، فهنا مهمة راح يكون عندنا نتيجة الانتجريشن هو بي. وكذلك اذا مضروب الكوساين في الساين لمختلفات لان مختلفة فالجواب صفر. واذا ساين في ساين نفس الحاله، الكوساين في الكوساين لانات مختلفه ايضا صفر. واذا كان عندنا ساين سكوير يعني ساين ان باي تي اوفر بي وساين ام باي تي اوفر بي، فالنتيجه مالتنا راح تشابه النتيجه مال كوساين سكوير واللي تساوي بي. هسه بالاعتماد على ذني العلاقات راح نشتق قيم الاي نوت والاي 1 الاي نوت والاي ان والبي ان من هاي العلاقه اللي طلعناها للدوال المتكرره. فناخذ انتجريشن مجموعه التكاملات اللي عندنا، فراح نشوف هنا كل التكاملات راح تصير قيمتها صفر ما عدا الترم الاول والحد الاول راح يصير بانتجريشن. فايش راح يصير عندنا؟ راح نكامله فيصير عندنا اي نوت، طبعا النص راح يطلع خارج التكامل، فيصير عندنا اي نوت دي تي، هنا راح يصير تي فيصير اي نوت بي. فال F of T الانتجريشن مالتها نجي نحول ال P لهاي الجهة فيصير واحد على P انتجريشن F of T تساوي ال A نوت. إذن ال A نوت مالتنا تساوي واحد على P انتجريشن F of T. هسا الحالة الأولى أخذنا فقط الانتجريشن للطرفين. الحالة الثانية حتى نطلع القيمة قيمة ال اي ان نضرب الطرفين في يعني ناخذ انتجريشن ونضربه في كوساين ام باي تي، فكل هن ينضرب في الكوساين ما عدا هاي المنطقه كلها راح تصير صفر ما عدا هذا التيرم اللي هو كوساين في كوساين متشابهات مثل ما قلنا لكم هو مهم. كوساين سوري هنا كوساين سكوير اللي يساوي بي. ف النتيجة مالتنا الـ AN يعني الـ integration مال الدالة راح يصير الـ AN في P، والدالة لا ننسى انه هي مضروبة في الـ cosine N pi T over P.
المتغير الكوفيشنس الثالث للفورير كوفيشن نضرب الطرفين في ساين، يعني حتى نحفظ الاول فقط اخذنا الانتجريشن وطلعنا قيمه الاي، الثاني ضربنا في الكوساين ام باي تي اوفر بي، والثالث نضربه في ساين ام باي تي اوفر بي. فكل التيرمز اللي هنا راح يكون قيمتها صفر حسب ما تعلمنا فوق، ثبتناها هنا عندنا انه أكثرية اصفارة ما عدا الساين سكوير والكوساين سكوير راح تكون قيمتها تي، فراح نحصل هنا للتيرم الثالث البي نوت، بس هاي فقط اللي هو فقط هاي الساين سكوير، فراح يصير عندنا الجواب الانتجريشن مضروب في الساين ان باي تي اوفر بي يساوي بي ان بي. هسه النتيجه مالتنا طبعا نحول البي لهالطرف، فالبي ان تصير قيمتها واحد على بي انتجريشن اف او بي ساين ان باي تي اوفر بي. هسه الثلاث كوفيشنات صارت عندنا معلومه، ف نجي نطبقها على الشكل رقم واحد اللي شفناه أعلى. فصار عندنا هنا فانكشن وهنا فانكشن وهنا فانكشن متكررات للإنفينيتي، فحتى نطبق المتغيرات اللي عندنا لازم نوزع الانتجريشن. فناخذ واحد على بي الانتجريشن من الدي للآر للفانكشن الأولى، الفانكشن الثانية للاس، والفانكشن الثالثة يحقق لنا كل الدورة اللي هي دي زائد 2p، والبي ان نضربه في الساين مثل ما قلنا ونجمع الانتجريشنز. هسه الامور لعله مو توضحت مو بشكل يعني الامور ما كانت بشكل واضح، لعله راح نحل اكزامبل ونتعلم الخطوات حتى نحول الدوال الى سلسلة فوري. فيقول find the Fourier series for the square 2 pi periodic، يعني يقول لنا كل 2 pi تتكرر الويف عندنا. defined on the interval من minus pi الى pi، من minus pi الى pi. فاحنا ماكو داعي بعد نعرفها كلها للانفينيتي، ناخذ فقط الفترة فترة واحدة ونحقق يعني نشتغل عليهم. هسه شنو الدالة اللي منطينا اياها؟ يقول اف اوف تي يساوي صفر من ماينس باي الى صفر، يعني هاي المنطقة قيمة الدالة الاف اوف تي هي صفر، وتصير واحد من الفترة من الصفر الى الباي. فش راح نكتشف منه؟ راح نكتشف انه هذه راح تتكرر بالفترة من الباي إلى ماينس باي، فنقول هاي الفترة اسمها 2P. هسا نستدعي القانون الفوغي سيريز، هذا الفوغي سيريز قدامنا. بالبداية نطلع الـ A نوت، بعدين نطلع الـ AN، وبعدين نطلع الـ BN، ونرجع نعوضهن بهاي المعادلة فتطلع لنا تمثيل للدالة الـ F of T. الاي نوت مثل ما عرفنا هذه الدالة مال اي نوت، ولكن احنا عندنا عبارة عن دالتين، فمثل ما قلنا نجمعهم. فناخذ اول شيء الانتجريشن من ماينس باي للصفر، وبعدين انتجريشن من الصفر الى الباي مثل ما شوفوا هنا. هاي بالنسبة للاي نوت، فنجي نعوضها الواحد على بي. البي قلنا هو نصف الفترة، لا تشتبهون، لأن الفترة 2P ونصف الفترة هي باي، فاستخدمنا هنا واحد على باي انتجريشن من الماينس باي حسب السؤال مالتنا، من الماينس باي للصفر، وبعدين ناخذ من الصفر إلى الباي. أما هو معطينا الفترة أما إحنا نستنتجها من خلال الرسم. الخطوة الأولى هو الرسم، بدون الرسم ما راح نقدر نحل، ما راح نفهم الفترة وما راح نقدر نحل السؤال بالشكل الصحيح. فسوينا انتجريشن، شو يقول الـ F of T هنا شنو اللي عندنا؟ الـ F of T صفر،
والثاني الاف اوف تي مالتنا شقد؟ واحد، صفر بواحد. فنقول الانتجريشن من ماينس باي تو صفر للصفر بالدي تي زائدا من الصفر الى الباي الاف اوف تي واحد دي تي. اذا هسه نكامل هن تكامل عادي، هاي المنطقة نعرفها راح تكون كلها صفر، ويبقى عندنا الواحد على باي مضروب في الانتجريشن مال واحد اللي هي نعرفه الانتجريشن مال دي تي اللي هو تي. سوري هنا ما لازم يكون موجود التي دي تي، فخطأ طباعي. فنبدي نوبة نعوض باي، نوبة نعوض صفر. فإذا عوضنا باي فراح يصير واحد على باي في باي ويساوي واي، وإذا عوضنا صفر فطبعا كل المعادلة تكون صفر. إذن الأي نوت عندنا في هذا لهذه الدالة هي واحد. هسا نطلع الأي إن، الأي إن قلنا هي مضروبة في الكوساين وهم واحد على في للفترة من للفترتين من ماينس باي للصفر ومن الصفر إلى الباي. فنجي نعوض أولا الإف أوف تي الدالة الأولى هي صفر، والإف أوف تي للدالة الثانية هي واحد. فيختصر الباي مع الباي فيصير كوساين إن تي، وهي أصلا مضروبة في الصفر فتكون صفر. فهذه الجزئية كلها صفر، وما ننسى أن الواحد على باي مضروبة للتيرمات الاثنين. فإيش راح يصير عندنا هنا؟ يصير عندنا كوساين إن تي. هسه الكوساين تي احنا نعرفه، بس الكوساين ان تي نحله حسب هاي الطريقة اللي امامكم، بحيث نقول الان اكس، الان اكس الزاوية نفرضها تكون يو. هسه هنا ان تي، بس احنا نحل هذا الحل العام ان كان عندكم تي او اكس او اي فاريبل اخر. فالان اكس يساوي يو، اذا الاكس يساوي واحد على ان يو، والدي اكس ايش راح يساوي اشتقاقنا اللي يصير واحد على ان دي يو. نرجع نعوضها بالمعادله فيصير عندنا كوساين يو في الدي اكس مالتنا قلنا نصف دي يو، يعني عوضنا مكان الاكس بواحد على ان دي يو. فهسه صار عندنا سهل الحل، فيصير واحد على ان اللي هو الكونستانت نطلعه خارج فيبقى كوساين يو دي يو، فيصير واحد على n sin u الانتجريشن مال كوساين u دي u. ونحول نرجع اليو اللي هو مالتنا اليو كان n x، ونجي هاي الجواب مالنا ناخذه بهالترتيب، يعني يصير عندنا واحد على n sin n t، والواحد على باي هذا من الخارج القوس دخلناه فصار واحد على n باي بي ساين ان تي، ومره نعوضه بالباي ومره نعوضه بالصفر. عندنا هاي العلاقه هم لازم نتعلمها، ساين ام باي مثل ما تعرفوا، يعني احنا نجيبها للتفكير فقط، ساين ام باي تساوي صفر، اما الكوسين كوسين ام باي فهي متغيره حسب الان، نوبه ماينص 1 نوبه 1. فإذا شو راح يصير قيمة الـ AN مالتنا؟ راح تكون قيمته صفر، لأن ساين N T للباي راح يصير صفر، وللصفر أيضا يصير صفر. إذا الـ AN مالتنا صفر. هسا بقى عندنا الكوفيشنت الثالث اللي هو الـ BN. الـ BN مضروبة في الساين، تذكروا أنه الـ AN مضروبة في الكوساين، الـ F of T مضروبة في الكوساين، والبي ان مضروبه في الساين، وللدالتين اف اوف تي كانت صفر واف اوف تي كانت واحد، والفترات من ماينس باي الى الصفر ومن الصفر الى الباي. فصارت عندنا هنا الكل صفر، وبقى عندنا هاي الجزئيه. حتى نسوي لها انتجريشن راح يصير عندنا ناقص نفس الترتيب أعلاه، فراح يصير عندنا ناقص كوساين، يعني نفس الحل اللي هنا عندنا زاوية داخلية الباي يروح ويا الباي، فيبقى عندنا ساين ان تي
ونحله بنفس الترتيب، فيصير عندنا واحد على باي اللي هو هذا الخارج الانتجريشن، في نتيجة الانتجريشن اللي هي واحد على ان، هاي الواحد على ان سا ماينس كوساين ان تي، ونوبة نعوضها بالباي ونوبة نعوضها بالصفر. فقلنا اذا كان عندنا كوساين ان تي من نعوضها بالباي راح يصير ماينس واحد تو باور ان، والام باي هنا بقت نفسها والماينس عندنا بقى، والكوساين صفر هو واحد، فطلعت لنا هاي النتيجة. إذن البي ان مالتنا هي عبارة عن واحد ماينس كوساين ان باي على ام باي. هسه الكوساين ام باي قلنا هو ماينس وان تو باور ان، نعوضه وصار عندنا جاهز الاي نوت. ايش قد طلع ان الاي نوت؟ مثل ما تتذكروا طلع ان واحد، وبالفوق عندنا ينضرب في نص، اذا النتيجة راح تصير واحد في نص ويساوي نص، زائدا السميشن او السيريز اللي راح يصير عندنا من الان من الواحد الى الانفينيتي. نعوض الاي نوت كانت عندنا صفر، الاي ان كانت عندنا صفر، فراح الترم كله، فبقى عندنا بس تيرم البي ان في الساين ان تي، فندخله فصارت عندنا هاي التمثيل للدالة مالتنا، وحولناها من الانتجريشنات الطويلة الى فوريه سيريز. في فيديو اخر راح نحل لكم مثال اخر وبنفس الطريقة السابقة. شكرا جزيلا.